يا اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ ايش مسوين؟ ان شاء الله تمام. وحشتوني مره كثير. زي ما شفتوا في عنوان الفيديو، كون الفيديو عن شيئين. يوم ارسلوا لي طلبيه وصراحه انصدمت من كثر الطلبيه. صباح الخير، وايش جاني من شيئين؟ طبعا راح اصور لكم بعد شوي. فراح اقسم الفيديو هذا لقسمين، قسم اغراض البيت راح اخليه فيديو ثاني، وقسم للملابس اللي انا متحمست لها مره. تقريبا انا طلبت اكثر شيء يكون جاكيتات. تخيلوا، طلبت جاكيتات من شيئين. انا انسانه ما كنت اقتنع اني اشتري جاكيت من شيئين، لانه برد كندا هو برد وثلج وزي كذا، بس يوم شفت مدح مره كثير وحسيت ان الكواليتي صاير مره كويس، قلت خليني اطلب كذا جاكيت واشوف. فالناس اللي حابه تشتري ملابس حق البرد ان شاء الله يفيدها هذا الفيديو. احس انها قطع مرة حلوة. إذا انتم حابين تشوفون هذا الفيديو فخليكم معايا. جميع القطع اللي راح تشوفونها في هذا الفيديو راح تلاقون روابطها تحت في صندوق الوصف على طول، بس اضغطوا على اللينك راح يوديكم على طول للقطعة. ملابس لسه ما وصلت فراح اصورها في الانستغرام، بس حاليا راح اوريكم ايش جبت او ايش طلبت. اغلب الطلبية اللي وصلت هي الجاكيتات زي ما قلت لكم، بس في كذا قطعة كذا لازم اوريكم اياها. طبعا راح احط لكم فيديوهات وانا لابستهم، وكمان راح احط لكم صور من شيئين. اول قطعة اللي انا ميتة عليها اللي هي هذه القطعة، مرة كيوت. احب السويتر يكون طويل كذا، يعني احسه مريح صراحه، يعني كواليتي مره حلو كذا، يجي من قدام سحاب. واذا انتبهتوا حاليا الموضه صايره مخطط. فيا القطعه الثانيه اللي من جد كنت متحمسه عليها، لون هذا. ليش متحمسه عليه؟ هو مو بلقز عادي كذا، قماش مره ثقيل حق البرد. شفت اللقزات اللي تحسون تلبسونها وتحسونها شاده جسمكم، براسمه جسمكم مره حلو، مره خطيره. اهم شيء انها هاي ويست، وكمان من تحت عندها هذا المطاط زي كذا، وكمان هذا الشوز كمان من شيئين، طول الكعب مريح. على فكره شوي كبير، انا قاصده طلبت كبير لانه ناوي البس معاه شراريب كذا تكون شويه ثقيله. الشيء اللي ما حبيته في هذا الشوز انه يطلع صوت، اذا انت في مكان مره هادي في صوت كذا، يعني تحسون مدري صوت الجلد او شيء زي كذا. ف اتس اوكي انا بالنسبه لي، بس يعني ممكن في ناس تتضايق فلازم اقول لكم. يعني عموما الشوز مره حلو يمشي مع كذا شيء. جاكيت من اول ما وصل اول يوم فكيت فيه الاغراض، خذيته ولبسته ورحت اجيبتيه من المدرسه، وكان برد وهواء، قلت اكيد راح ابرد ومدري ايش. مره صدمني صراحه، مره حلو، فقلت لا 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 شكله البضاعه من جد هالمره مره حلوه. انا اهم شيء عندي كمان في الجاكيتات يكون هذا اليد يكون زي كذا مطاط. راح اقول لكم انا رايي الصريح في هالقطع. القطع تدفي، بس الشيء الوحيد اللي حسيته ما دفاني هو مكان الجيب. يعني اوكي مكان الجيب من هنا اوكي، من هذا الجهه يعني من جوا تحسونه شويه خفيف، فيا انكم تسكرون الجاكيت او انكم تلبسون جلافز. هذا العيب اللي كان موجود في الجاكيت، بس عموما مره يدفي. هذه القطعه الثانيه تقريبا نفس لون الجاكيت الثاني، ما ادري ليش طلبت نفس اللون، ما اعرف، ما ادري. انا الحين توني صدمت اني انا طالبه اثنين نفس اللون، بس هذا اثقل واطول، تقريبا يشبه بعض حتى في الكواليتي، بس شوي هذا اثقل، بس في قبعه. انا سويت الاختبار بسيط، امس نزل عندنا الثلج وطلعت برا البلكونه وقعدت كذا شويه كذا، فقلت خليني اشوف في يدفي ولا ما يدفي. بصراحه كان يدفي، بس يبغالي كمان اختبره برا. الشيء اللي انا في عمري ما قد شريت شيء زي كذا، اللي هو الشوز هذا، البوت الطويل هذا. في عمري ما قد تجرأت وشريت بوت طويل زي كذا، حتى اول ما جت هالموضه من زمان ما كنت متحمسه، فقلت خليني اجرب اشوف. ومن الحماس طلبت اثنين، طلبت هذا البيج وطلبت الابيض، طلبت قصدي البيت، طلبت كمان الاسود. زي ما قلت لكم انا اطلبهم شويه كبار عشان البس معاهم الشراب الثقيل. فيا طبعا هذا اريح من اللي وريتكم قبل، طبعا عشان الكعب يعني اصغر، بس مره حبيت صراحه، مره كيوت. هذا الجاكيت اللي من جد صدمه، مره خطير، ما توقعت. هذا متاكده انه يتحمل بروده، هو مو مكتوب عليه، بس انا متاكده انه هذا الجاكيت راح البسه في ايام الثلج، لانه كنت متردة اني اطلب جاكيت اسود، لان انا عندي اصلا، واحس الجاكيتات السوداء خلاص يعني انه خلاص غير يا امل، بس قلت خليني اجرب، بما انه كان في مدح مره كثير في التعليقات على هذا الجاكيت. احلى شيء فيه انه طبعا عندي اليد، مره شيء مهم بالنسبه لي. هي كيري ايش في؟ حركت لي الكاميرا. اليد من هنا كمان فيها ال الجسم هذا، ما ادري، انا احس هذا الشيء مره مهم بالنسبه لي، ما ادري اذا انتم عادي عندكم، بس انا احس انه لازم تكون اليد كذا متغطيه. هذا الجاكيت اللي من جد متحمسه اني اجربه برا وقت ما يكون ثلج وامشي فيه فتره طويله عشان اشوف. البوت الله يكرمكم نفس البيج بس لونه اسود، احس هذا ممكن راح البسه مره كثير اكثر من البيج. بيج حلو، بس احس ان هذا
مرة فخم. أنا سعر هالفترة أحب الجزم اللي كذا تحسها دباب، ما أدري ليش بس مرة حلوة. الجاكيت الأخير اللي أنا ميت عليه اللي هو هذا الجاكيت، يحبون الأوفر سايز راح يعشقون هذا الجاكيت، واللبس مرة حلو واللون مرة خطير، وطبعا الأكمام عندي أنا أهم شيء، والجيب كمان أهم شيء. فطبعا ما في قبعة، فأنا دائما الجاكيتات اللي ما فيها قبعة أحب ألبسها مع السويتر اللي فيها قبعات يطلع شكلها مرة حلو. نجي للقطع السعنونة يعني الصغيرة. أنا أول مرة أشتري شالات من شي إن، بس شوفوا هذا مرة كيوت. تسألوني إيش فيه أمل مع المخطط والبيج والألوان النود، ما أدري إيش عندي. هذا الشال ما يجي كبير، يجي بس كذا، بس مرة حلو يعني القطعة صغيرة بس طويل، أحس يعني مع البالطوهات وكذا مرة يطلع حلو. والشال الثاني أبيض عادي بيسك مرة حلو كبير، أشوف العرض كذا وكذا يجي من تحت. القطعة الوحيدة والأخيرة اللي طلبتها بلون هذه الشال، مرة كيوت الرصاصي واللون النيون ولا إيش اسمه الفسفوري والأزرق زي كذا يجي، وكمان نهايته زي كذا. هذا تقريبا الطول والحجم نفس الأبيض، بس مرة حلو. شيء أتمنى هذا الفيديو عجبكم، حبيتوا الأغراض اللي جبتها من شيئاً، زي ما قلت لكم الرابط راح تلاقونها تحت في صندوق الوصف، وكمان عندي لكم كود خصم. آخر شيء لا تنسون تحطون لايك إذا عجبكم هذا الفيديو، وتشتركوا في القناة. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة. باي.